السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الثامنة من سلسلة البادجي الإنجليزي مع المهندس محمد المشد. أهلا وسهلا بشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا أهلا بيك، نورت وشرفت الدنيا. الله يكرمك. هنتكلم طبعا في الحلقة دي بقى عن المهم اللي يهم الناس، تفريخ. هنفرخ البادجي الإنجليزي إزاي، الأصول بتاع التفريخ هنعمل إيه بعد سلسلة الحلقات اللي إحنا اتكلمنا على الأصول، نجهز المزرعة ازاي لغاية ما نوصل بقى للتفريخ. تمام. انا طبعا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا في تجهيز المكان والتغذية والحاجات الجميلة دي، هنتكلم بقى احنا خلاص اخترنا السلالة، جهزنا مكاننا، هنجوز. بمجرد ما تبدأ درجة حرارة الغرفة عندي تتظبط وتنزل عن 28 تبقى مثلا 26 25، خلاص بقى درجة الحرارة اتظبطت، وصلنا مثلا لنص شهر 9، قربنا شوية من شهر 10 وهتبدأ بقى خلاص نفرخ. ببدأ أجيب القفص بتاعي اللي هو قفص بحضانة جانبية، وببدأ أوزع الولاد بتاعتي في القفص ده. أنا شخصيا، أنا هتكلم عن أسلوبي، أنا عندي السلاكة 5 أدوار، بحط البادجي بتاعي الإنجليزي المهم في أول 3 أدوار من فوق، وبحط الحضين اللي هي الأصوص اللي أنا بحضن تحتها الفروخ والبيض وكده في آخر عينين من تحت، لان انا مش هبقى مهتم قوي اشوف الحضين وراقبه ولاحظه زي ما انا مهتم ان انا راقب الانجليش بادجي بتاعي ولاحظه، طبعا لان مناعته اقل، لانه كثيف الريش، مشاكله اكتر، وبالتالي ده لازم يبقى تحت عينيا باستمرار. فانا بخلي الدورين اللي تحت اللي في الارضي دول اللي هما طبعا يصعب انك تشوفهم بسهوله وانت معدي من جنب الكيسات وحاجات من هذا القبيل، بخليهم للحضين، وبحط الحاجات المهمة في الـ3 أدوار اللي بيبقوا قدامي بوضوح، لو حتى حد واقف فيهم نعسان ببقى واخد بالي. هيشدوا عينك اول ما تخش. طبعا باينين. بص الذكور بالكامل وبحط لهم اكلهم وشربهم. بعد يوم تقريبا ابدأ اتفرج على الذكور دي بقى بعد ما تقف في القفص وتاخد وضعها، وابدأ اختار لكل ذكر الانثى بتاعته. الكلام ده بيبقى بناء على ايه؟ على شوية حاجات. ممكن يبقى بناء على اللون، ذكر مثلا تكساس كلير بادي، انا عايز انتج منه تكساس كلير بادي، او عايز انتج منه مثلا ازلي تكساس كلير بادي او تكساس ازلي كلير بادي او ما الى ذلك. فمثلا لو ذكر تكساس هجوزه لانتهي تكساس زيه، او لانتهي ازلي وانتظر الانتاج، او حاجات من هذا القبيل. مثلا ذكر ليس وينج هجوزه لايه؟ لانتهي خضرة عادية عشان يجيب لي لسوينج اصفر، ولا جوزه لانتهي لسوينج بيضة او لسوينج اصفر، انا عايز انتج منه ايه؟ فببدأ اديله الالوان اللي انا عايزها. فطبعا الجواز على حسب الالوان ده شيء معظم الناس عارفاه، انت عايز تنتج ريمبو، عايز تنتج كلير وينج، جراي وينج، تكساس كلير بادي، ازلي كلير بادي، عايز تنتج اينو، عايز تنتج باندت، عايز تنتج هوريكال، عايز تنتج بلاك اي، ايا كان انت عايز بانجل، ايا كان انت عايز تنتج ايه، انت بتبدا توفق الالوان. مربي الانجليزي ما بيهتمش قوي بالالوان زي اهتمامه بالمستوى. فانا عندي مثلا ذكر في دايركشن كويس قوي، في اتجاه ريشه حلوه جدا جدا، بختار له انتايه فيها حجم قوي جدا وفيها بلو اب حلو جدا، عشان خاطر انتج عصفور في الحجم وفي البلو وفي الدايركشن. طب هل معنى كده ان انا كل الانتاج اللي هيجي لي من تحتيهم هيبقى بالشكل ده؟ لا، تمام، هيجي لي زغلول خد الحجم القليل بتاع الذكر، وخد العيب اللي في الانثى ان هي ما عندهاش دايركشن، فبقى حجمه قليل وما فيهوش دايركشن، فده هيبقى سرده العش بتاعتي، هيبقى اقل مستوى طلع في عيالهم. وهيجي فرد تاني من عيالهم يجمع المميزات، يعني زي ما في عصفور من اولادهم هيجمع مميزات العصفورين، البلو بتاع ده والدايركشن بتاع ده والحجم الكبير بتاع ده، هيجي برضو عصفور هيجمع الـ 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 العيوب بالزبط. يعني فيه هيجمع المميزات وفيه هيجمع العيوب، وده اللي خلى عصفور يساوي من تحتيهم مثلا 1000 جنيه وعصفور تاني مثلا يساوي 2000 جنيه مثلا. بالزبط. ليه؟ مع ان اخوات. ايوه، بس ده جمع العيوب وده جمع المميزات. بالظبط. ببدا انا اختار، بجتهد قدر المستطاع. من اجمل الحاجات اللي انا بعملها قبل ما اجوز ان انا بصلي ركعتين استخاره، لان المولى عز وجل يعلم ما لا نعلم، يعني بالظبط. يعني هو ربنا يعرف اللي جواهم اكتر مننا يعني.
بصلي ركعتين استخاره وابدا انا كده صليت استخاره اخد بالاسباب بعلمي انا بقى كمربي. تمام. انا درست وتعلمت وتتلمذت على ايد ناس من جوه مصر ومن بره مصر، وعرفت ازاي اجوز اختار اني ريشه لاني ريشه. بالظبط. افضل حاجه بوجهه نظرك انت. من وجهه نظري، وطبعا كل واحد فينا وليه وجهه نظر، وكل واحد فينا وليه مدرسه، وكل واحد فينا عشان كده بقى في حد اشطر من حد. بالظبط. يعني احنا مربيين في مصر الوف. فينا ناس متفوقه قوي، وفي ناس متفوقه شويه نص نص. وفينا ناس على قدها. بالظبط. فهي شطاره شخص من شخص. ايوه. وتوفيق ربنا في الاول في الاخر. توفيق ربنا قبل كل شيء، ولكن مولى عز وجل امرنا ناخد بالاسباب. انت فاهم الفكره؟ بالزبط. يعني انا كنت يعني مثلا سمعت خطبه لاحد الشيوخ كان بيقول لك لو انت قعدت ما ذاكرتش طول السنه وما فتحتش كتاب وبعدين دخلت الامتحان فسقطت في الامتحان فتقول قدر الله وما شاء فعل، انت كاذب. ان الله لا يقدر الفشل. بالزبط. ابدا. انت فشلت لانك ما خدتش بالاسباب. لكن انا مثلا اشتغلت وذاكرت واجتهدت وانا رايح الامتحان عملت حادثه ما دخلتش الامتحان، يبقى قدر الله ما شاء فعل. بالظبط. بس بعد ما تاخد بالاسباب. انا عملت اللي عليا، ولكن ربنا ما قدرليش هدخل. بالظبط. انت فاهم؟ يعني مش هنسى انا سنه من السنين مرضت كنت في المستشفى. انت فاهم؟ قدر الله ما شاء فعل. لكن تقعد طول السنه تلعب وتيجي ما مش هتنجح. فاحنا بناخد بالاسباب. بالظبط. ونشتغل وندعي ربنا ان ربنا يوفقنا، بس الكلام ده بعد الاخذ بالاسباب. فانا مثلا اخترت الذكر اللي انا شايف ان النتايه دي بتكمله. انت فاهم؟ ودي احسن الزيجات. انك تجوز ذكر النتايه بتكمله، مش نتايه شبهه. مش نفس الصفات كامله هنا وكامله هنا. مش هتطور حاجه. لو ذكر فيه بلو اب بس الدايركشن ضعيف وحجمه قليل جوزته لانتهى شبهه هينتجوا عيال شبهه. ما طورتش من الاثنين. ما عملتش حاجه. انت نفسك لما تيجي تتجوز ما ينفعش تجيب واحده شبهك على فكره. بالظبط. انت عصبي لازم واحده تبقى معاك هاديه. عشان يكملوا بعض. كسول لازم تبقى هي نشيطه. لان لو انتوا الاثنين كسلانين هتفضلوا طول النهار نايمين، لو انتوا الاثنين النشاط عندكم عاق هتبقوا يعني مش هنعرف نوقف. فهي لازم الدنيا تكمل بعضها، وده الافضل دايما يعني. وضحت الفكره. كمان في طباع الطيور انا بختار برضو الطباع اللي تكمل بعضها. تمام. يعني برضو ذكر نشيط قوي بختار له انتهاء هادية، هو هيعرف ينشطها ويشغلها. تمام. ذكر هادي قوي بختار له انتهاء نشيط. تمام. طب لو اخترت ذكرين، ذكر وانتهاء نشيط او ذكر وانتهى كسلانين، ذكر وانتهى كسلانين مش هيشتغل. تمام. ذكر وانتهى نشاط عندهم عالي هيضربوا زغاليلهم ويضربوا بعض. تمام. يعني هيجي عليهم مرحله هيتخانقوا وهيضربوا بعض، وممكن فروخهم لانهم مستعجلين وعايزين يفرخوا تاني هيضربوا زغاليلهم. تمام. هيعملوا عندك مشاكل. فانت لازم تنقي الحاجات اللي تكمل بعضها في كل شيء، طباعا سلوكا شكلا، يكملوا بعض في كل شيء. هتاخد شغل متناسق متجانس جميل. تمام. هتاخد فروخ جيده بصحه جيده، هيبقى طباعهم جوه القفص طباع جيده. ما تروحش انت تجيب نتايه هايبر اكتيف تديها لذكر هايبر اكتيف، هتقوم الصبح تلاقي حته من الاثنين ميته. بالظبط. اللي يقدر بقى على الثاني، يعني انت فاهم، اللي يعرف يموت الثاني الاكتيف ازيد من الثاني. هيموته، وياما نوتي موتت ذكور وياما ذكور موتت نوتي. ولكن بمناسبه ذكر الشيء، نادر قوي لو لقيت ذكر موت نتايه بالمناسبه، لان الذكر ما بيقدرش على النتايه في العصافير. يعني دايما النتايه هي اللي بتذبح الذكر، تيجي تلاقيها قطع له رقبته، لكن ما تلاقيش كتير ذكر هو اللي ضرب النتايه، نادر قوي. يمكن على مدار حياتي ما حصلتش مرتين. انما دايما النتايه هي اللي الحمد لله ان احنا مش عصافير. ربنا بس يعني فانا خلاص اخترت، بمسك النوتي بتاعتي. انا داخل مثلا انا وانا بوزع الذكوره بمسك قفص بنقي مثلا افضل 10 ذكور. تمام. وبرسوم في اول 10 يوم. تمام. وبعد كده بجيب اللي تحتيهم وارسمهم، واللي تحتيهم وارسمهم، وهكذا. تمام. لما باجي اجيب النوتي بجيبها بنفس الطريقه، افضل 10 نوتي. تمام. وبعدين الف على اول افضل 10 ذكور. تمام. واشوف بقى مين يناسب الذكر ده من البنات الجميله دي، يناسبه دي، ما احطهاش معاه، احطها في الحضاره. ايوه. ومين يناسب ده؟ تناسبه لونا شكلا طبعا. تمام. لان بارسمه وعندي فكره عنه. بعد ما بوزع اول 10 نوتي على اول 10 ذكوره، ناخد اللي بعدهم، فاللي بعدهم، فاللي بعدهم، فاللي بعدهم، لغايه ما نخلص. تمام. بغذيهم كويس لمده اسبوع. اقدم لهم. وهم مفصولين عن بعض. مفصولين عن بعض. احط للنتايه اكلها وللذكر اكلها. خلال الاسبوع ده بيحصل بينهم تقارب
شديد جدا، ويبدا الذكر يقرب من الانثى والانثى تقرب من الذكر، لان يعني اللي ما بينهم يا دوبك السلك بتاع الحضانه بالظبط، وياكلوا بعض من بين السلك زي ما هيعملوا مع الزغاليل. يعني هي الفرق ما بينهم السلك بس. اجي يوم الخميس على العصر كده اشيل الاكل من قدام النوتش كلها واسيبهم لغايه يوم الجمعه الصبح. تمام. بكون النوتي طبعا من العصر الخميس لغايه الجمعه الصبح جعان من غير اكل. الذكر لما بيلاقيها جعانه وبيلاحظ ان مفيش قدامها اكل يبدا ياكلها من بين السلك. تمام. ويبدا يلغيها ويلعبها وكده. يوم الجمعه الصبح اخد النوتي وادخل النوتي عند الذكر. بالظبط. فيبدا بقى الذكر يلعبها وتبدا تنزل تاكل ويبدا يحصل التبرع. تمام. في حاجه ما كنتش بعملها زمان بدات اعملها حديثا، ان بقيت احط في العشوش عود دخن. بالظبط. عشان النتايه لما تبص في العش وتشوف عود الدخن تدخل عشان تاكله. فعلى ما تاكله وتخلصه تكون خدت يعني خدت على الجو بتاع العش. والحمد لله بيحصل التوفيق. انا عندي مثلا 100 جوز مثلا. بعد حوالي 15 20 يوم الاقي 50 جوز من ال 100 اشتغل. تمام. و50 تانيين ما اشتغلوش. اصبر عليهم اسبوعين كمان فيشتغل منهم 10 و40 لا. تمام. الم النوتش كلها. واسيب الذكوره لمده اسبوع لوحدها. وبعدين اوزعهم توزيعه مختلفه. فيشتغل من ال 40 10. تمام. الم النوتش كلها وهكذا لغايه ما يشتغل اخر جوز في المزرعه ان شاء الله على اخر الموسم براحتنا مع بعض. تمام. لكن طبعا ما فيش حد في الدنيا عنده جاب 10 تجواز، ال 10 تجواز كلهم لا طبعا. يعني هي الموضوع بيستغرق شويه بقى. الاهتمام بالتغذيه الجيده، نظافه المكان، الاضاءه، التهويه، التجهيز الجيد، كل ده بيسهل عليك العمل وبيسهل عليك الشغل. وفي الاخر اللي ربنا عز وجل عايزه طبعا هو اللي بيكون وهو اللي في الاول في الاخر ده رزق. بالمناسبه انا عايز اقول لك ان في اصوص انا راجل عندي خبره الحمد لله طويله في المجال، وسالت فيها ابطال العالم في الانجليش بادجي امثال بوب ويلسون، واتناقشت مع آلين موريس، واتناقشت مع طبعا استاذي فرانس فيربوك، واتناقشت مع دانيال لوتولف في امور، ودانيال لوتولف يعني كان من المدارس اللي انا كنت بحبها وكنت بتفرج دايما على فيديوهاته والحاجات دي. وفي من هنا من المربيين المصريين ناس محترمه جدا وقديمه جدا ومدارس كبيره جدا، انا كنت دايما بسالهم وبستعين بيهم وكانوا دايما بيدعموني، واتعلمت برضو منهم حاجات كتير قوي من زمايلنا واخواتنا هنا من مصر. والحمد لله وصلت لخبره ممتازه، ومن خلال خبرتي دي بدات اجوز طيوري، واتفاجئت ان اقوى مستويات انا جوزتها لبعض كان فيها حاجات كنت منتظر انها تجيب قنابل يعني، وجابت حاجات ضعيفه. واتفاجئت ان في حاجات كانت سردت عشوش جوزتها لمجرد ان انا اعبي. يعني مثلا كان عندي خلاص في خمس عيون كمان فاضيين، طب حط اي حاجه. ايوه. فجبت حاجات سردت عشوش اللي هو يعني اي حاجه وخلاص، انت مش متوقع اللي تجيب حاجه. جابوا قنابل. يعني بخبرتي وبعلمي وكل اللي انا عملته وكل ده، وبرده في الاخر اللي ربنا عز وجل عايزه هو اللي هيكون. وانا ممكن اوريك بعينك زغاليل طالعه من تحت ابطال طالعه قليله، وزغاليل تانية طالعة من تحت سردة طالعين أبطال. ولكن دي بتبقى شواذ القاعدة. أيوة. بنتكلم على الأساس. يعني أنا بقى يعني طبعاً يعني بنسبة 90% اللي أنت بتتوقع إنه هيجيب حاجات جامدة بيجيب حاجات جامدة. بالظبط. وبنسبة 90% اللي أنت بتبقى حاطط له إنه يعني انفلت هيفلت حتة جامدة والباقي ضعيف بيحصل اللي أنت توقعته، ولكن لكل قاعدة شواذ، وفي النهاية فوق كل ذي علم عليم. طبعاً. ربنا دايماً بيثبت لك في كل ساعة وكل دقيقة، ما تفتكرش إنك وصلت، ما تفتكرش إنك خلاص عرفت كل حاجة، لا، أنت لازم تفضل تدرس ولازم تفضل تعمل ولازم تفضل. عشان كده أنت بتخش عند أبطال العالم أمثال مارتن هايلين دانيال لوتولف بتلاقي عنده حاجات قد كده. طبعاً. طب ده راجل عنده 100 عين، ال 100 عين كلهم أبطال ما بيربيش أي حاجة، يعني كلها حاجات جامدة، طب دول جم منين؟ لازم يجوا. لازم يجوا. العصفور ده كان يعني كان اصله صغنن وقليل، ونتاج التطوير بقى كده، فشايل الجين شايل الجين. بالظبط. يعني وانا كنت اتكلمت قبل كده برضو في الجزئيه دي، انك انت ممكن تكون عيونك سودة وتتزوج من زوجتك عيونها سودة، ولكن انت جدك عيونه زرقاء او خضراء، فتجيب انت عيل عينه خضراء وانت ولا انت ولا مراتك عينك. بالظبط. انت ورا الاب والام، ممكن يبقى الجدود وجدود الجدود. ممكن من الجدود. ممكن من الجدود. الجين مش بيجيش من الاب المباشر، ممكن من الجد. كان موجود الجين موجود. بالظبط. انت فاهم الفكره؟
هو موجود هيظهر في انهي جيل ده بقى الله عز وجل اعلى واعلم. عشان كده احنا بنصلي استخاره قبل ما نتجوز، وبنصلي قضاء حاجه قبل ما ندخل النوتي للدكتوره، حتى لو انت ما بتصليش اصلا عايز اقول لك بتيجي في الوقت ده. يعني انت كانت لسه الادام مده من 5 دقايق وانت قاعد عامل عبيط، بس اللي هو ايه يعني، وفي الوقت ده محتاج طبعا طبعا اللجوء الى الله. يعني كنت انت من الناس الملتزمه او الناس الاقل التزاما، اوعى ابدا تتكسف وقت ما تحتاج المولى عز وجل انك تلجأ له، ايا إن كان انت شخصيتك ايه او طباعك ايه او التزامك لاي حد. لان احنا على فكره انا عايز اقول لك ان مفيش حد يعني 100%، لا 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 انت فاهم، كل واحد فينا هتلاقي فيه في طباعه الجيد والسيء، وهتلاقي فيه حاجات حلوه وحاجات وحشه، وحاجات ملتزم فيها وحاجات لا. لكن وقت ما تحتاج للمولى عز وجل تلجأ الى الله فورا، عشان خاطر ربنا يوفقك. الحاجه اللي ليها علاقه بال 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 بالغيبيات، انت بتختار زوجة، بتختار سكن، بتختار سيارة، بتختار سلالة، بتختار دم، بتختار شغل تشتغل فيه. دي امور انت بخبرتك شايف جزء منها، وفي امور تانية فيها انت مش هتقدر تشوفها. خلاص اخترنا الذكور، اخترنا لهم الاناث، دخلناهم، اللي اتجوز اتجوز، اللي ما اتجوزش جربنا معاه ولفينا ومرة واثنين وثلاثة، حطينا المحفزات في الطري امثال البريد ماكس، الاوبتي بريد، البريد بلس، الفورتو بلس بتوع شركة كويك، واي حاجة من المحفزات. ما رجحش انك تحط في المية دواء دواجن زي السيلينيوم وما الى ذلك، ما برجحوش. انا افضل انك لو هتستخدم مكملات غذائية تكون مكملات غذائية مختصة بطيور الزينة، تحديدا البادجي. تمام، يعني فاهم، يعني انا مثلا لما بيكون حاجه مختصه ببغبغانات ما بحطهاش للبادجي، تخيل. تمام، انا عايز حاجه لده لده بالذات، لان انا جربت قبل كده استخدم ادويه دواجن مع طيور الزينه وما توفقتش. تمام، انت فاهم، وانا بتكلم عن تجربتي الشخصيه، احنا بنتكلم برضك على اسلوبك انت الشخصيه واسلوب انا، لان ممكن حد من زمايلي جرب وجابت معاه. تمام، ربنا يوفقه، انا ما بقولش ان هو غلط، انا بتكلم عن نفسي. تمام، بس يعني وربنا في الاخر بيوفق. انا كمان برجح انك دايما يكون في عندك جزء في المزرعه للتطوير، يعني مثلا دخلت بلاك فيز، بلاك وينج على الانجليزي، يبقى في جنب كده بتاع 5-6 عيون 10 عيون دول كده، مش انك انت تاخد عيالهم تبيعهم، لا، انت بتطور الدم ده. تمام، بتفرخ بقى من تحتيهم انصاص كده حلوه، شايله الجين بتاع الانجليزي وشايله اللون بتاع الطفره الجديده اللي هي البلاك وينج، البلاك فيز، الفالو، الوات ايفر يعني. تمام، تاخد بقى الحاجات دي تجوزها بكره لبعضها عشان خاطر تنتج الطفره الجديده من اللون الجديد، دي بتبقى كده حاجه من باب التطوير. باب التطوير ده يكون 10% من مزرعتك، مش اكتر من كده. تمام، ومش اقل. يعني ما تجيش واحد يقول لي انا بطور مربي جوز واحد يطور بيه، لا، مش هيبقى مقياس، مش هيبقى مقياس، ومش هينتج لك العدد اللي يسعفك. فانت برضو لازم يبقى عدد يتحمل هذا الامر. وخلاص كملت مزرعتك، قفلت مشروعك، توكل على الله. لما يكون عندك انتاج حط في مطاراتك، كبر الحاجه وشببها وسيبها تقلش وتبان. حته صغيره بتاع تفاصيل انتاج العدد البيض المتوسط بتاعه في الانجليزي، في اقل عدد عندي نتايه باضت عدد، اقل عدد كان 3 بيضات، واكتر عدد انجليزي نتايه باضته كانت نتايه سبانجل، كانت من ام من انتاجي ومن اب اعتقد كان المربي فيرو، باضت 11 بيضه. وانا ما كنتش بصراحه يعني، انا الله اكبر كل عاوز برد الفلق، انا اتفاجئت. يعني انا بفتح البيض، بفتح العش، لقيتها راقده على البيض، البيض خارج منها يعني حاجه كده، بسم الله ما شاء الله الرحيم. لقيتها بيضه 11، بس طبعا الرقم ده يعني انساه. لا لا يعني ده فوق الطبيعي، احنا بنتكلم على الرينج الطبيعي. لا، الطبيعي من 3 ل 8 بالظبط كده، المتوسط 5 بيضات. المتوسط 5، وفي بيبيت 6 وفي بيبيت 8 في الانجليزي. يعني احنا بنقول المتوسط، لان انا بغذي، انا بفتري في التغذيه يعني. تمام، انما اللي باضت 11 دي كانت تاني مره تحصل لي من يوم ما ربيتها صغير. ايوه، يعني ما كانتش يعني الموضوع مش لا مش ده الطبيعي، احنا بنتكلم الرينج الطبيعي 5 بيضات مثلا. يزيد شويه يقل شويه، المتوسط 5. تمام، المتوسط 5، بس انا عندي يعني اللي بيبيت 5 ما يجيش 5 عشوش، اللي بيبيت 5 مره عش واحد باضت 3، وحوالي 5 باضوا 5. انما انا العادي عندي من 6-7 كده، بيعتمد برضك على كل اللي احنا قلنا ده، المكان والتغذيه وكله. انا عندي 6-7، وانت طالع بقى لغايه ايه، في 8 في 9 في اللي هي جت 11. ربنا يبارك، لان انا بحط كالسيوم كويس، وبحط بغذي الطري حلو، وبحط مكملات غذائيه كويسه. يعني انا مثلا في فتره استخدمت الاوبتي بريد بتاع شركه فرسلاجه مع الطري بتاعي. تمام، وحطيت معاهم كالسيلوكس بتاع شركه فرسلاجه.
وفي فتره ثانيه دخلت البريد بلس بتاع شركه ديلي ناتشر، نتيجته كويسه جدا. وفي فتره ثالثه من شركه كويكو دخلت الفورتول بلس مع الطري، حلوين خالص. السبايرولينا دي ثابته عندي بتاع شركه كويكو، دي اساسي مع اي مكمل غذائي سبايرولينا، وبحط حاجه كده محفزه زي البريد ماكس، الاوبتي بريد، البريد بلس، اللي هو الفورتول بلس بتاع شركه كويكو. وعايز اقول لك انا لو بستخدم منتج واحد ما كنتش هقوله. يعني لا احنا ما بنتكلمش على شركه، احنا بنتكلم على زي ما يعني انت عارف انا لو بستخدم منتج واحد ما فيش غيره ما كنتش هقول مثلا انا بستخدم البريد ماكس، انا كده بعلن عن المنتج. لا ما بحبش كده. لا لا احنا ما بنتكلمش معانا الشركه قد ما يفرق معانا. انما انا دلوقتي ذكرت لك انك لو حبيت، لان انا في شهور وسنين ما استخدمتش الكلام ده كله، وشغال زي العفريت برضو. تمام. يعني كانت الدنيا ماشيه كويس جدا معايا، بس بقول لك لو انت حبيت تزود سبلمنت او تزود منتج في الطاري بتاعك، يبقى اولا يكون مخصص للبادجي. تمام. لو انت بتربي بادجي بتاع طيور زينه بتاع بادجي تحديدا، لو انت بتربي بادجي. ثانيا انت عندك اربع خمس شركات بتنتج منتجات كويسه. تمام. افضلهم من وجهه نظري يعني ايا كان، يعني انت عندك مش هتفرق احنا النتيجه اللي هتظهر في المنتج. فرضنا انك عايز تمشي طبيعي، مش عايز تستخدم الكلام ده كله، انا مشيت كده سنين طويله وكانت الدنيا ماشيه معايا كويس جدا. تمام. بتحط على الطريق طالع نخل، بتحط حبوب لقاح، بتحط جنين قمح. تمام. بتحط عندك دقيق شوفان ممتاز، دقيق شعير ممتاز جدا، الحاجات دي كلها مع الطري برضو بتقدمك ممتازه. يوم. ممتازه. فانت لك مطلق الحريه والاختيارات عريضه، عايز تمشي طبيعي تمشي زي الفل، عايز تضيف سبلمنت يبقى متخصص، ابعد عن ادويه الدواجن تماما، وابعد عن انك تحط حاجه في الميه. الكلام يبقى في الطري. تمام. يعني انت فاهم الفكره، وعايز كده اوكي، عايز كده اوكي. وانا بغير من وقت للتاني شويه، اشتغل طبيعي خالص بدون اي مكملات، شويه استخدم مكملات برضو طبيعيه وممتازه، واغير في الانواع، لان انا ما بحبش اثبت حاجه تخلي الطير يتعود عليها ويضر لو انا منعتها. تمام. بس وشغال انا على درجه الحراره الطبيعيه، انا كنت في سنه من السنين شغال بتكييف، دلوقتي شغال عادي على درجه حراره. بس طبعا بنشتغل في التوقيت اللي درجه الحراره مناسبه للتفريغ. انا شقتي بحري، ومهما كان الجو حر بتبقى درجتها كويسه، مهما كان الجو برد ببقى انا مدفي بالدفايات. تمام. فهو يعني المناخ طبيعي يعني. تمام. الرؤاد على البيض من اول بيضه بتفقس الرؤاد 18 يوم. ده بيختلف برضك، ممكن 6 ولا 7؟ لا هو 18 يوم. 18 يوم. 18 يوم البيضه الاولى بتفقس، وبعد كده يوم بعد يوم بيضه تفقس. تمام. بسيب انا اول طلب بيضات تحت الجزء الانجليزي، وبعد ما تفقس البيضه الثالثه بلم انا بقى بقيه البيض واوزع تحت الاسترالي. لا ما بخليش الانجليزي ياكل اكتر من ثلاثه. عشان الا اذا عندي حادثه. يعني عندي انتايه ماتت على ثلاث زغاليل، بضطر غصب عني ان انا اوزع زغاليل على الباقيين. تمام. بس مش دي البيزك، يعني مش دي القاعده الاساسيه. لكن دي حادثه. دي شاذه عن القاعده. انت بتسيب الثلاثه الاولين بعد كده بتاخد الثلاثه. عشان ما اهلكش الاصول، حاجات اسعارها عاليه وحاجات حساسه وحرام عليك تموت. يعني بنسيب ثلاث زغاليل تحتها والباقي بنوزعه على الجهاز الثاني بتاع الطحن. بنسيب بالظبط، بنسيب ثلاث زغاليل تحت ال 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 القص الانجليزي من زغلولين لثلاثه. تمام. والباقي يتوزع تحت الحضيض. تمام. فالموضوع ده يحافظ معاك على صحه الاصول الانجليزي، ويحافظ معاك على صحه الفروخ ان ما يطلعش فيهم حاجه ضعيفه يعني. جميل. بس ده كده التفريخ بشكل يعني مختصر. طبعا بيتفطن بعد قد ايه تقريبا من الفأس؟ العصفور الانجليزي بياخد وقت عن الاسترالي. تمام. يعني عصفور الاسترالي كان ممكن مثلا 28 يوم تلاقيه خرج من العش، 27 يوم. عصفور الانجليزي بيخرج من العش بعد مثلا شهر واسبوع. تمام. وبعدين يحتاج يفضل في الحضانه جنب اهاليه 15 يوم. فبص تلاقيني على ما انا استأمن ان انا اخرجه بيكون عمره من شهر ونص لشهرين احيانا. على عشان انا اقدر ضعف الاسترالي عادي يعني. ولعلمك ان في ناس كتير جدا بتفشل في تربيه الانجليزي بسبب الموضوع ده، ان هو متخيل انه زي الاسترالي فبيقطفه بدري فبيموت. انما انا بعمل ايه؟ بفضل سايبه جنب اهله في الحضانه. تمام. يعني هو مثلا خلاص خرج من العش عند عمره شهر واسبوع او شهر، وهو في العش احنا متفقين ان احنا بنحط له دخل عشان يتعود على الاكل. بحطه في الحضانه واحط له الاكل واحط له الدخل، يفضل ياكل من تحت رجليه من الاكل والدخن، وياكل من بين السلك من تحت اهاليه. تمام. اهاليه بيضوا النتايه ترد على البيض، وانا برده سايب القص. تمام. يفضل موجود الزغاليل جنب اهاليه لغايه ما يتم شهرين. تمام. وبعدين اشيله كده سيفتي. تمام. يعني كده انت مثلا انا جيت النهارده يوم الحصاد، انا في ثلاث ايام بعشقهم في تربيه طيور الزينه، ببقى فيهم زي الطفل بفرح بشكل كبير. اليوم اللي بجوز فيه عصافيري
واليوم اللي بتفقس فيه اول بيضه واليوم اللي بحصد فيه الزغاليل واجملهم طبعا على الاطلاق. مش انت لوحدك كلنا هي متعتنا في التفريخ لما نشوف الزغلول. بس يوم الحصاد ان انا بقى وانا بلف خلاص بقى كده عدى شهرين على وجود الزغاليل في الحضانات وانا بقى بلف الم زغاليل واصور المميز منهم واعرض على النت واكتب حصاد اليوم. يا سلام بتبقى فرحان خالص. وبعدين بقى ابدا احط بقى الولاد في الـ في الـ في المطار في المكان المخصص للولاد والبنات في المكان المخصص يعني للبنات. يعني بتفصلهم مجرد ما تفصلهم من الاهالي بتفصل الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. ودي ليها فيها وجهه نظر برضو يعني. تمام. لما باجي اجوز الولد بيشوف البنت بيكون زايف خالص. غير لما يكونوا متربيين مع بعض. بالظبط بعيده عنه مش معاه على طول فشايفها على طول مفيش اللي هي التحفيز بتاعه يعني. بالظبط. المدرسه اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده دي مدرستي انا في التفريق. تمام. نيجي لمربيين تانيين جوه مصر وبره مصر اجانب بيربي بيطير الاولاد والبنات مع بعض في مطار واحد. دانيال بيعمل كده. تمام. بيطير الاولاد والبنات مع بعض في مطار واحد ويسيب كل ذكر يختار نتايجه. طبعا هو بيبقى مختار ليفل معين. يعني انا كده مثلا كده كده مختارهم الاصل ينفعوا مع بعض. عارف لما انا قلت لك انا بختار اعلى 10 اولاد وبعدين اعلى 10 بنات هو بقى بيعمل ايه؟ بيجيب اعلى 10 اولاد وبنات دول يحطهم في مطار. أيوه. يشوف كل ذكر خد مين. ده اسلوب ناجح وممتاز. بس انت هنا مش هتحكم في الالوان. هيبقى انتقاء طبيعي بقى. هو كل ذكر شاف النتائج كل ذكر حب نتايه هياخدها. بالظبط. انت تلاقيهم خلاص بيلعبوا بعض وكده بتاخدهم تاخدهم. وفي الغالب برضك هو ما بيختار الصح له يعني برضك بيختار الى حد ما بيختار الصح ليه من باب قوه السلاله ومن باب ان هو عاشقها الراحه النفسيه لكن الجوازات دي بتبقى ناجحه. تمام. بتبقى ناجحه يعني ما شفتش انا ذكر اختار نتايه بالشكل ده وانا خدتهم مثلا وحطيتهم في قفص. يعني كان احيانا تلاقي ذكر معين لما انا بشد الادراجه انضفها فبيبقى الذكوره شايفه النوتي نوتي تحتيه فتلاقي ذكر معين لازق في الارضيه بيلاعب بنت معينه. فانا كان ما يهونش عليا ان انا ايه يعني خلاص مادام شفت حاله حب على الرغم ان انا فاصلهم والكلام ده كله فشفت حاله تعلق بالشكل فما بيهونش عليا اجوز واحده ثانيه. فلما بيجي ميعاد التزويج بكون انا عارف الذكر ده عايز مين. تمام. فبديله البنت بتاعته. ما حصلش في حياتي ان ذكر وانثى اتجوزوا بالطريقه دي وضربوا بعض او ضربوا عيالهم. ايوه. يعني بتبقى جوازات ناجحه. بالظبط. بينتجوا كويس هم اللي مختارين بعض. بينتجوا كويس وبينتجوا وبياكلوا اولادهم كويس وبيبقى شغلهم كويس قوي. ويعيب الطريقه دي حاجه واحده بس ان لو احد الطرفين ماتوا الثاني بيموت. انا عشان كده بعمل عشان كده بعمل حركه بحاول اقلب النطي على الذكوره دوره بعد دوره. يعني مثلا بعد فتره كده اقوم شايل النطي وادي النتايه بتاعت الذكر ده لذكر تاني من جانب اغير الدم ويمكن يحدفوا لي حاجات افضل. بالظبط. يعني يمكن يكون في جوازه ممكن أحسن. يكون اختيارك الاولاني مش مظبوط ما كانش موافق يبدا ومن جانب اخر اكثر حته التعلق الذكر بانثى معينه او الانثى بذكر معين. لان انا مش هنسى مواقف كانت بتحصل معايا في بدايه التربيه اني لما كنت مثلا نتايه تموت ذكرها يموت او الذكر يموت نتايته تموت او في مره بعت ذكر كنت انا مطيرهم بريحهم. يعني كان في سنه من السنين كان عندي في مزرعتي القديمه مطارات كده كبيره اوض كنت بطير في الصيف البنات في مكان والولاد في مكان وفي الشتاء اجوزهم تاني. جه عندي مربي قال لي انا عايز اختار ولد من بتوعك فهو عزيز عليا دخلته يختار. فقعد يبص نقى ولد معين كان عندي نتايه بتاعته اللي هي مراته متعلقه بيه يعني. وقال لي انا هو ده. قلت له حبيبي والله ده من الحاجات اللي انا مشغلها ده بتاعي يعني من شغل. أيوة. قال لي بص انت انا عارف انك غالي عليا ومش هت ان انا يعني غالي عليك وانت مش هتكسفني يعني. قلت له حبيبي اللي انت عايزه تحت رجليك خد اللي انت عايزه. فدخل خده ومشي. فانا سامعه بيصوصو وهو خارج والنتايه بترد عليه طبعا انت وخرج. وقفت النتايه في الاوضه من غير اكل وانا ما اعرفش انها ما بتاكلش يومين وبعدين ماتت. دخلت لقيتها ميته ولما مسكت صدرها لقيته خاسس خالص ولقيتها ما بتاكلش بقى لا بتاكلش من ساعه اللحظه اللي انت فصلتها. اتعلمت الادب انا بقى. يعني انا طبعا وقتها والله ما كنت اعرف ان ده هيحصل. أيوه. والا كنت اديتها له معايا يعني. ايوه ما انت مش يا سيدي ما يخلاش مفيش حد منا عمره قصده اللي هو يموت حاجه. فانا كان يعني انا لو اعرف الموضوع كده خدها خد معاها نتايجه عادي. أيوه. هديه يا سيدي. انما المشكله ان انا ما كنتش عارف ان ممكن يوصل مستوى التعلق بهذا الشكل. أيوة فبدات انا بعد كده بقيت اعمل ايه اكثر بقى حته التعلق ان انا كل دوره ابدل النوتي على الذكوره. تمام. على قد ما اقدر يعني. بس ولو ذكر نتايته ماتت فورا اديله بنوته تاني. نتايه ذكرها مات فورا اديلها ذكر تاني يهون عليها او ينسيها عشان خاطر اهرب من الموضوع ده.
بس انما الاول كنت ببقى فرحان جدا لما الاقي جوز متوالف قوي كده ابقى سعيد بيه. طب ما دي مشكله. ايوه دي مشكله كبيره. بس فحته ان انت تخلي الذكر يتجوز اكتر من انثى حتى في البني ادمين. لا ما تودناش في داهيه. بالتوفيق يا باشمهندس وربنا يبارك لك في اللي عندك ويزيدك من فضله كده، ونتمنى ان احنا في نهايه الحلقه نكون في اداكوا على قد ما نقدر. يا ربنا يخليك ويبارك فيك حبيبي، تشرفتني ونورتني ويعني اتمنى اشوفك دايما باذن الله. الله يكرمك. في الختام سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.